الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا مع حضراتكم من جديد في تاني ملفاتنا الإخبارية، وهو ملف احتفالي أيضا بأبطال الدفاع الجوي المرابطون لمواجهة التحديات وحماية سماء مصر. في 30 من يونيو أيضا تحتفل قوات الدفاع الجوي بعيدها السنوي، وهي دائما تحاول رفع الروح المعنوية لمقاتلي الدفاع الجوي في المواقع المنتشرة بكافة ربوع الوطن، توفير سبل الإعاشة وإنشاء معسكرات الإيواء. ده طبعا في من خلال تطوير قوات الدفاع الجوي، ونفتكر مع بعض شرف الدفاع عن سماء مصر واللي تم إسناد ليها ساعة أو عقب حرب 67 مع رفض مصر للهزيمة، وكان في منع لاختراق الطائرات غرب القناة، وفي الأول من فبراير 68 إنشاء قوات الدفاع الجوي لتمثل القوى الرابعة في قواتنا المسلحة، واستطاعت في خلال حرب الاستنزاف صباح يوم 30 يونيو سنة 1970 إسقاط عدد 2 طائرة فانتوم و2 طائرة سكاي هوك، وتم أسر 3 طيارين إسرائيليين. عشان نتكلم عن الاحتفال بعيد يعني قواتنا من أبطال الدفاع الجوي، وأيضا نستعيد هذه الذكرى مع الذكرى السابعة لثورة 30 من يونيو، وللحديث أكثر والتعليق ينضم إلينا اللواء الدكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق في القوات المسلحة. بنرحب بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب ومصر كلها طيبة، وأبطال الدفاع الجوي الجيش المصري طيبين بمناسبة العيد 50 ليهم. أمين يا رب العالمين. يعني من القصة دي يا فندم، ويمكن هنقول عدد قليل من الناس يعني ما بيبقوش مركزين شوية في قوة أو قصة زي دي، إن نبقى خارجين من حرب زي حرب الاستنزاف ويتم إنشاء قوة الدفاع أو قوات الدفاع الجوي كقوة رابعة، وإسقاط طيارتين من الطائرات اللي كانوا صعب إن يبقى أول مرة يتم إسقاط فيها طائرة فانتوم في الوقت ده، ويعني لو حضرتك طبعا تكلمنا أكتر عن هذا الإنجاز في هذا التوقيت مع الخروج من حرب الاستنزاف. يعني أنا عايز أقول إيه، العيد 50 ده هو نفس العيد السابع 30 يونيو، الاثنين لهم معنى واحد، لا يأس مع الحياة. يعني إحنا في 67 كانت هزيمتنا سببها القوات الجوية أو الطيران الإسرائيلي اللي بيعتبروه الذراع الطولة اللي هي قادرة على عمل المعتدات. وصلت إسرائيل بعد 67 إن هي في وقت من الأوقات كانت مسيطرة أو قدرت تخلي سماء مصر مفتوحة بالنسبة لها، وبالذات لما قدرت في وقت من الأوقات إن هي تعمل إغارة على أحد الرادارات على البحر الأحمر في الزعفرانة، وخدت كريستالات بتاع الرادار وقدرت تعرف الترددات بتاع الدفاع الجوي، وأصبح مصر كلها مستباحة للطيران بتاعها. في عز اليأس ده كان لازم يبقى فيه نقول صخرة تتحطم عليها كل هذه القدرات الإسرائيلية، وبالتالي إنشاء سلاح الدفاع الجوي كقوة رابعة أو كفرع رابع من أفرع القوات المسلحة. وأخذ الدفاع الجوي لأن الطيران الإسرائيلي كان بيجوب في مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، ما كانش لسه عندنا القوات الجوية القادرة على أنها تتصدى ليه بالشكل اللي يمنعه ويكسر يكسر هذه القدرة. وبالتالي أخذت نقول رجالة الدفاع الجوي أخذوا في بناء قواعد الصواريخ، أو على الأقل نقول بناء الدفاع الجوي نفسه التسليح الجديد. أنا عايز أقول بالذات كانت المفاجأة الكبرى في الأسبوع اللي هو من 22 إلى 30 يونيو 1970، ده في الوقت اللي تخيل بقى بعد ما إسرائيل امتلكت قوات الدفاع أو الفانتوم الجديدة، وبقى في عز بقى ما هي في هذه القدرات، ما كانتش بتكتفي بضرب الأهداف العسكرية، لا ده بتضرب قناطر بتاع دائسنا هناك على النيل، بتضرب مصنع أبو زعبل، تضرب مدرسة بحر البقر، وتموت الأطفال بتوعنا. وأبطال الدفاع الجوي في منتهى الكتمان والسرية حققوا مفاجأة يوم 22 يونيو، إن يفاجأ القوات الإسرائيلية أو الطيران الإسرائيلي إن أي طيارة فانتوم
بتعدي القناه ما بترجعش. لا فانتوم ولا سكاي هوك يعني، وخاصه ان الفانتوم كانت مجهزه بصواريخ جديده اسمها الشرايك. الصاروخ ده كان بينزل بيركب على شعاع الرادار، يعني الرادار نفسه بيشجعه ان هو يصيبه ويدمره. لكن رجاله الدفاع الجوي قدروا انهم يعملوا كمان صواريخ بالصواريخ الجديده اللي كانت نزلت مصر، وكان زي ما بقول اسبوع تساقط الفانتوم من 22 ل 30 يونيو 1970. وبهذا الاسبوع اللي كانت المفاجاه العظمى اللي خلت الاسرائيليين هم اللي طلبوا وقف اطلاق النار بناء على مبادره روجرز اللي بدات من يوليو 70 لحد ما كسرنا احنا هذا الوقف ليوم 6 أكتوبر 73. وفي 6 أكتوبر كانت المفاجأة الأعظم إن الذراع الطولة لإسرائيل ما بقاش الطيران الإسرائيلي قادر إنه يقترب من قناة السويس لمسافة أقل من 15 كيلو. أي طيران يقرب أقل من كده يسقط فورا. ده اللي خلى أمريكا ترسل بمندوب على أعلى مستوى للقيادة الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر بالتحديد، ويطالب من القيادة الإسرائيلية يقول لهم لابد من إخراج الدفاع الجوي المصري من المعركة بأي ثمن، لأن كده طيران الأمريكي والسلاح الأمريكي يعني أصيب بإهانة لا يعني لا تقدر من جراء هذه الصواريخ الروسية اللي بيستعملها المصريين. ويعني وهكذا كان الدفاع الجوي المصري احد نقول الاسباب الرئيسيه اللي ادت الى فضل الله لنجاح عمليه العبور تحت ستر دفاعنا الجوي الى الانتصار اللي حققناه بكل اسلحه القوات المسلحه تحت ستر الدفاع الجوي وقواتنا الجويه. وبالتالي بنقول دايما الحمد لله رجالنا بيعطوا المثل والقدوة في التصدي لأي عدوان، وزي ما بنقول دايما لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. سيادة اللواء يعني لحد 30 يونيو يمكن احنا مع وجود القيادة برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014 حتى الآن، كان بالتأكيد في تطوير كبير جدا من أنواع التطوير، زي ما نقول تطوير اقتصادي، تطوير اجتماعي، تطوير تعليمي، في أيضا تطوير عسكري، وشفنا ده على مستوى القواعد العسكرية وعدد كبير من القواعد العسكرية اللي موجودة في مصر، وشفنا قد إيه في العروض اللي كان بيحضرها العديد من الدول الصديقة والتدريبات المشتركة سواء في البحر في الجو في الأرض. بنشوفنا أيضا تطور بالتأكيد لقوات الدفاع الجوي وغيرها من الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة، حتى ما احنا بنحتفل في 30 يونيو الآن زي ما حضرتك قلت في بداية إجابتك، هي وجود احتفالين إن هو نفس الموضوع لا يأس مع الحياة، وهو بالتأكيد أيضا تطور قوي لأحد فروع القوات المسلحة حتى يومنا هذا وغيره من الفروع الأخرى في القوات المسلحة. شوف احنا هي مدرسة العسكرية المصرية، العسكرية المصرية اللي هي نبع أساسا من الشعب المصري. وزي أنا ما قلت ياريت الشعب المصري يقرأ السجل اللي انشأته القوات المسلحة أو الكتاب اللي هو بتاع الجيش المصري في 7000 سنة. عايز أقول إن آخر عهد الجيش المصري اللي اتبنى بعد كده في عهد محمد علي، لما جه الجيش المصري ده في سنة 1981 قامت ثورة عرابي بالجيش المصري، 1881 قام الجيش المصري بثوره عرابي، قام بثورته من اجل شعب مصر، لم يكن له مطالب عسكريه اطلاقا ولا حاجه لصالح الجيش، دايم بيطالب برفع العبء والضرائب اللي فرضها الخديوي وتوفيق على الفلاحين عشان يسدد الدين بتاع قناه السويس، وايضا يطالب بحق المصريين السياسي ان يكون لهم برلمان زيهم زي الدول الاوروبيه المتقدمه. لكن كان نتيجة كده ان للأسف الخديوي تآمر مع الانجليز بعد كده سنة 1882 وساعدهم على انهم يهزموا الجيش المصري
وأصدر الخديوي فرمانه أو الدكريتو بتاعه بحل الجيش المصري سنة 1882. الشعب المصري هو اللي قام بثورة 19 بعد كده وطالب بإنشاء الجيش المصري مرة أخرى. عشان بس نبقى عارفين، الجيش قام عشان الشعب 81، الشعب قام يطالب بإنشاء جيش سنة 19. الجيش اللي اتبنى بعد سنة 19 هو الجيش اللي ضم جمال عبد الناصر سنة 36 وأنور السادات وزكريا محي الدين وأبطال ثورة يوليا اللي قاموا بثورة يوليا عشان الشعب المصري سنة 52، هو نفس الجيش اللي لما اتهزم بكل أسف سنة 67 قام الشعب هو اللي بنى الجيش مرة أخرى بعد 67 وانتصر له جيشه في 73. فكل يوم الجيش المصري والشعب المصري هم كيان واحد، ولكن دي حقيقة كل حربة الجيش المصري هو رأسها، وأما جسم الحربة فهو الشعب المصري، ففي كمية واحدة كيان واحد، وبالتالي الروح الوطنية دي هي روح الشعب المصري، لا تقبل لا هزيمة لا تقبل يأس. وبالتالي لما قامت ثورة 30 يونيو والشعب المصري نزل، كان لازم الجيش يلحقه يوم 3 يوليو عشان يحميه من هذا الغدر ومواجهة الجبارة اللي كان ممكن يتعرض ليها وتدمر الشعب المصري وتحوله إلى حرب أهلية. فبالتالي نقول آدي بالضبط دايما الجيش والشعب في تناغم بينهم، من يحمي من يطالب بحقوق من، تقدرش تعمل فاصل بينهم. فبالتالي من 30 يونيو 1970 ل 30 يونيو 2013 وبنحتفل بيه النهارده، فهي تناغم وروح وطنية واحدة العسكرية المصرية، الروح الوطنية لشعب مصر، لا نفرق لا بين ده ولا بين هذا. بشكرك يا فندم على التحليل الوافي ووجودك معنا وهذا التعليق الوفي، اللواء الدكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق في القوات المسلحة، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. العفو سيدي، كل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، وكل سنة وكل المصريين بخير، ودايما هنقول ندعي لمصر.